فيديو جديدة اللي نستنى اللي درختش باش نصوره لكم. كي شفتوا الفيديو الاخرانيه اللي عملناها نتاع كراش تيست ديليا كوزميتيك راكم شفتوا اللي جينا ان كولي دو لا بار دو زافو الانسيت شينوا هذيا حكينا لكم عليه قبل. حاسيلو شفتونا قداش اكسيتي كي شفناه وحابين نقول لكم تم حلو مع بعضنا ما يلا غالب بتينا هكا بتشاشة واحنا نحلو فوق كل كولي نشوفوا على الاقل في لي كولور اسكو هما بيدهم ولا لي مي اونفا ما نجمش نشدو روحنا وحليناهم. سيتي با غران شوز خدينا 3 ارتيكل هكا هاو اخترناهم دونك باش نوري بون مش اخترناهم ما نكذب عليكم المره هذه شايمه اللي اخترتهم دونك انا باش نلبس هكا هاو. حاسيلو نبدا لكم باول ارتيكل اللي هو الكوليه هذايا فيه 3 شين ديفيرونت الفوقانيه دي لوزونج كي يجيو شوكر والاخرين كل واحده تبدا تكبر اكثر الوطنيه بكل فيها كيف ال ماشي سامي وحاسيلو تجيب الشانس يقولوا. حاسيلو اول مره كي شفتونا في الارتيكل اللي فات على سيت ما حبيناش نجربوا كي حاجه دوغي وكل خوفنا شينا كل شيء من ارجون اما مره هذه قلنا pourquoi pas on essaye و vraiment la qualité تاع الدوري مش مشكل شعشوعي برشا مزيانه. حاسيلو هذا هو اول ارتيكل. ثاني حاجه باش نوريه لكم اللي هما اكثر زوز حاجات شيخين عليهم اللي هي الفيست هذي جينا للركبه احنا بيان سور طويل ياسر خاطر حاسيلو مبطنا هكايا دي ديتاي اون دونتيل ياسر مزيانين فلسها جيا روز بال هي وفلسها مارون سكي فا تري بيان معناها مع بعضهم. شنو نقول لكم على الخياطة وعلى الكاليتي اللي جوست بارفيت فريمون ما فماش خيوط خارجة ما فماش معناها الخياطة مشكل بعيدة على بعضها اللي جوست بارفيت فريمون لا كاليتي اللي هو توب ان باش ما نسيتش ما ننساش ولا شنو نقول لكم على الكاتب راو ديما في الحاجات هذوما تلقاو لي بوش مسكرين ماهيش هي هكاكا جوست فونتيزي راهم ديما خليوها هكاكا سي تان سيني دو بون كاليتي معناها كاليتي اوت كام وكل شيء اللي هو يخليو لك المكاتب تحلهم وحدكم. واخر حاجه خديناها البنات اللي هي البنطلون جين هذايا يهبل لك ولا تقتل الخياطه انا نموت عليها كي تبدا هكايا على الاورانج ولا على الميل لا كومبينيزون تاع التقطيه والكتيبه اللي هي فاتحه هكايا افيك لي باتشورك اللي هما دي كاكتوس شيماء الى دور لي كاكتوس ما دابا تحطهم بارتو دونك كي لقات السرويله هذيا جيتي سيغ اللي هي معناتها ما تختارش دونك عجبني ياسر البنطلون لا كاليتي نتاع التشين تحسها كتشين دو كاليتي اما ماهوش الخشين برشا خفيف نتاع صيف و لي بوتون البنات حبيت نقول لكم جوست اللي لي بوتون راهم هذوما نورمالمون يجيو مسكرين جاونا مسكرين وانتوما سي سامبل تحلوهم بالمقص وحدكم زيدا سي با ان ديفو دو فابريكاسيون سي جوست اللي هما هذيك هي سافير اون بون كاليتي دونك هذا هو الجين ياسر فرحانين بهم. خذيناه راهو اكبر بدو تاي جو بونس ال خذيناه اون ال خاطر اون فات هو مام جين وحنا خفنا كان واحد ياخذو في تايم تاعو يجي شي صغير ولا حاجه دونك قلنا يجي مخفف شويه خير من اللي واحد ما يدخلوش جمله دونك وجي محليه كي قسناه الي جوست بارفي تايور حاسيلو فرحانين بهم هالزوايز هذوما على الاخر على الاخر. خليكم في اخر الفيديو تشوفوا كيفاش نجمو تلبسوهم وكيفاش هما ملبوسين. نقولكم نحبكم برشا 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 على فرشان.